السؤال الثاني المطروح بكثرة: لماذا تم فتح المجال لتكون مملكة البحرين محجراً للمواطنين والمقيمين بالدول الموبوءة عبر مرور رحلاتهم الجوية باتجاه البحرين لإنهاء فترة الحجر الصحي ومن ثم إكمال رحلتهم؟ طبعا احنا اعلنا لغايه اليوم عن 6 دول ادرجناها ويتم تحديثها بشكل استمرار بشكل مستمر ضمن القائمه الحمراء. القائمه الحمراء هي قائمه الدول اللي مصنفه عالميا من اكثر الدول اللي يكون فيها انتشار فيروس الكورونا، وهي الهند وباكستان وسريلانكا وبنغلاديش والنيبال واخيرا الفيتنام، وتم تعليق دخول المسافرين القادمين من هذه الدول كما أعلننا سابقا، بالإضافة أن هناك إجراءات مشددة للمسافرين القادمين من هذه الدول إلى مملكة البحرين من المواطنين أو الذين حتى لديهم إقامة سارية في المملكة، وذلك للحد من وجود أي تحورات فيروسية. أما المسافرين سواء كانوا مطعمين أو غير مطعمين من باقي الدول حتى الدول الغير مدرجة في هذه القائمة الحمراء، فتم تطبيق عليهم الحجر الصحي أو الاحترازي لمدة 10 أيام في مساكنهم أو في أماكن مخصصة للحجر الصحي. أضف إلى ذلك أن نطالبهم بوجود فحص PCR سلبي قبل صعودهم إلى الطائرة، ويتم كذلك فحصهم في المطار، وذلك يعتبر إجراءات جدا مشددة وتحمي من دخول أي يعني أعداد تكون يعني يوجد فيها هذه الحالات القائمة. أضف إلى ذلك أن الإحصائيات اليومية في مملكة البحرين اللي ننشرها دائما أن عدد الحالات القائمة حتى من القادمين من الخارج من 1 يونيو لا تتعدى 0.8%، يعني أقل من 1% من إجمالي الحالات القائمة.